أهلا بكم. هنتكلم في الفيديو ده عن العقاقير المعدلة لمسار المرض الغير بيولوجية. نسخن الأول. العقاقير الروماتيزمية المناعية المعدلة لمسار المرض هي عقاقير تستطيع أن هي تتحكم في نشاط المرض الروماتيزمي المناعي وتوقف تطوره وتمنع مضاعفاته. لو احنا نبص للصورة ديت، الإيد دي أكن هي المرض، تقدر بقى تخبط وتعور وتعمل، لكن الحبل ده هو العقاقير الروماتيزمية المعدلة لمسار المرض. الحبل ده هو ايه؟ الدمارتز، اللي احنا اتفقنا على اصطلاح دمارتز ده في المحاضرة نمرة 7. اصطلاح دمارتز ده ظهر في السلسلة دي في الفيديو اللي اسمه أنواع العلاجات المستخدمة، اللي هو يعني أنواع العلاجات المستخدمة في علاج الأمراض الروماتيزمية المناعية، اللي هو نمرة 7. ولو الاصطلاح ده جديد عليك، الأفضل جدا إنك تسمع فيديو رقم 7 الأول قبل ما تسمع الفيديو ده علشان تتابع أحسن كتير. في عائلتين من العقاقير المعدلة لمسار المرض، عائلتين من الدمارتز. العائلة الأولى هي عائلة الدمارتز اللي بتشتغل على خلايا الضباط، اللي هي ايه؟ العقاقير المعدلة لمسار المرض الغير بيولوجية. وفي العائلة الثانية اللي هي بتشتغل على إشارات الهجوم، وبنسميها العقاقير المعدلة لمسار المرض البيولوجية. المحاضرة دي أو الفيديو ده عن العقاقير الغير بيولوجية. برضو اصطلاحات خلايا الضباط وإشارات الهجوم ظهرت برضو لأول مرة في السلسلة دي في الفيديو رقم 7. عشان تتابع كويس محتاج ترجع لفيديو رقم 7. شوف انت هترجع لسبعة يعني هترجع لسبعة. طيب هنعرض دلوقتي قائمة بأسماء العقاقير المعدلة لمسار المرض الروماتيزمي الغير بيولوجية، الدمارتز اللي هي الغير بيولوجية. والأسماء اللي هنعرضها دي هي الأسماء التجارية. يعني إيه؟ ما هو كل عقار ليه اسم علمي جينيريك نيم، الاسم بتاع الكيمياء يعني، وليه اسم تجاري، وممكن عقار يبقى ليه أكتر من اسم تجاري، اللي ممكن أكتر من شركة تكون بتصنعه. الأسماء هي عندك بلاكونيل، سلازوبايرين، ميثوتريكسيت، أرافا أو أفارا أو ليه أسماء تانية، أو أبيتويد أو أرسفري، إميوران، سلسبت، نيورال أو سندميون يعني، إندوكسان، وبنتازا، وأوتازلا. لو كنت تعاني من أحد الأمراض الروماتيزمية المناعية وكنت بتتابع حالتك مع طبيب مختص في الأمراض الروماتيزمية، معنى كده أن أنت غالبا تستخدم أو استخدمت أو ستستخدم أحد هذه العقاقير المعروضة هنا. في قانون عام وهام لتوصيف العقاقير المعدلة لمسار المرض الروماتيزمي الغير بيولوجي، النون بيولوجيكال دمارتز بالانجليزي. اختيار اي العقاقير المعدل لمسار المرض الغير بيولوجية لا يعتمد على تشخيص المرض الروماتيزمي المناعي اللي عندك. غريب جدا الكلام ده، مش عشان انت عندك روماتويد او ذئبة حمراء او صدفية يبقى هو ده العلاج بتاعك. لا، الروشتة مش على اسم المرض، مرض الروشتة على اسم ايه؟ تعتمد على أي من أعضاء أو أجهزة الجسم التي التهبت وتأثرت بالمرض الروماتيزمي المناعي. لو كان المرض الروماتيزمي المناعي اللي أنت بتعاني منه أثر على المفاصل بالذات، فالعقاقير المتاحة بصفة عامة هتكون أحد الخيارات التالية. شايف الثمن أدوية دولت؟ شلنا 5 و6 و7 و8 كده من الصورة، يبقى احنا هنستعمل يا بلاكونيل، يا سلازوبارين، يا ميثوتريكسيت، يا أراف أو أفار. تمام؟ بص للحلقات الحمراء دي كلها، وممكن كمان يحصل ايه؟ عملية دمج. ممكن ادمج ده مع ده او ده مع ده، وعملية دمج اكتر من عقار مع بعض ليها الاسس بتاعتها والاحتياطات بتاعتها كمان. معلش احب اوضح ان الموضوع مش ببساطة انك تسمع الكلمتين دول تقول بس انا كده لقيت الدكتورة، زي المغني بيقولك لقيت الطبطبة، وابدأ اعالج نفسي، وهي العلاجات عرفت اسميها من الفيديو، وهي موجودة في الصيدلية. في بلاد عربية كتير بالمناسبة الادوية بتتصرف فيها من غير روشتة الطبيب. لسه الاختيار بيدخل فيه عوامل كتيرة تانية، ومش معنى اني بحاول افهمك كل التفاصيل الممكنة عن مرضك عشان تكون عندك ثقافة طبية عالية انك تدكتر في علاجك، لانك كده ممكن تضر نفسك ضرر خطير جدا. عمرك ما هتبقى دكتور الا اذا درست طب وبقيت دكتور، وفي فيديو هشرح لك الاضرار اللي تجيلك من الدكتورة وانت مش دكتور. نكمل بقى الموضوع بتاعنا. لو كان المرض الروماتيزمي المناعي اللي عندك اثر على الكلى بالذات، فالعقاقير المتاحة بصفة عامة هتكون احد الخيارات التالية. شوف الثمانية دول، شيلنا لو سمحت الاربعة اللي فوق، يبقى يا اما اميوران، يا سلسبت، يا نيورال اللي هو سندميون، يا اندوكسان. تمام؟ طيب لو كان المرض الروماتيزمي المناعي اللي انت بتعاني منه اثر على الرئه بالذات، فالعقاقير المتاحه هتكون شيل دولت
وسيب لي الثلاثة دول إميولان وسلسبت وإندوكسان. لو كان المرض الروماتيزم المناعي بقى أثر على المفاصل وكمان على الرئة، ما هو ينفع، هو مش جاي في عضو واحد أو في جهاز واحد، لو أثر على المفاصل والرئة مع بعض اختياراتنا هتبقى إيه؟ هات لنا طقم المفاصل الثلاثة دول خد لنا واحد منه، وهات لنا طقم الرئة وخد لنا واحد منه، واحد أو اتنين يعني، دي بقى حتة بتاعته الدكتور هو بيشوف إيه المناسب ليك، بس بناخد واحدة من الطقم بتاع المفاصل واحدة من الطقم بتاع الرئة. طيب فبالتالي فإن قانون توصيف العقاقير الروماتيزمية المعدلة لمسار المرض الغير بيولوجية اللي هي النون بيولوجيكال ديمانز هو إيه؟ قول لي أقول لك. يعني إيه؟ قول لي اسم العضو المتأثر بالمرض، مش قول لي اسم المرض، قول لي أنت إيه اللي تأثر عندك بالمرض. ما يهمنيش بقى أنت عندك روماتويد بالذات ولا ذئبة حمراء بالذات ولا صدفية بالذات، إيه اللي تأثر عندك؟ مفاصل؟ آه، يبقى أنا ساعتها أقول لك أسماء العقاقير التي تناسب خطة علاج هذا المريض. تمام؟ القانون ده ليه استثناءات قليلة، يعني مثال منهم يعني بس مش هخش في تفاصيله كتير، البلاكونيل بيعمل لتأثر الجلد في الذئبة الحمراء لكن ما بيسدش قوي أو ما بينفعش قوي في صدفية الجلد. دي كانت نهاية الفيديو ده، فيديو كان قصير عن العقاقير المعدلة لمسار المرض الغير بيولوجي النون بيولوجيكال ديمارز. الفيديو الجاي بقى فيديو قوي جدا، هو عن العقاقير المعدلة لمسار المرض البيولوجي. احنا بنتسأل اسئلة كتير جدا من المرضى عن العقاقير دي يوميا، وبنكتشف ان الناس عندها معلومات غريبة وخاطئة عنها يوميا. من ساعة ما بدأنا فيديوهات علاج الامراض الروماتيزمية المناعية والاسئلة في التعليقات زادت كتير، لو عندك سؤال ما تترددش تسأله وانا هجاوبه في اقرب فرصة.